بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما يا كريم. بداية الحلقة نتوجه إلى الله العلي القدير أن يرحم رجال الأمن ورجال القوات المسلحة الذين مضوا إلى خالقهم وبارئهم وهم يقومون بهذا الواجب المشرف، واجب حفظ الأمن والأمان. ونسأل الله تعالى أن يكونوا من أهل البشارة المحمدية، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. اللهم اجعلهم من أهل هذه البشارة، بشارة الفوز بالجنان والنجاة من النيران. وهذا واجب علينا، واجب ديني، واجب وطني، أن نحفظ لهؤلاء عهدهم وعملهم. هؤلاء معظمهم في عمر الشباب، لهم بيوت ولهم أهل ولهم زوجات وأولاد، واستشهدوا وهم يحفظون أمننا، يفككون لغم قديم وما شابه ذلك حسب ما جاء في الأخبار، فمضوا إلى الله. فهذول لهم واجب على كل واحد منا. هؤلاء بما يبذلونه من أرواحهم ودمائهم ومهجهم نجلس الآن نتكلم بأمان، ونذهب إلى بيوتنا وأعمالنا ومساجدنا ونحن آمنون مطمئنون. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. اللهم اجعلهم في حفظك، اللهم اجعلهم في رعايتك، اللهم اجعلهم في ضيافتك. اللهم أنزل على قلوب أهليهم الصبر والطمأنينة والرضا مولانا رب العالمين. اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا فيها خيرا. رحمهم الله رحمة واسعة، وجزاهم عنا خيرا، واجعلهم في جواره وفي جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول الذي نتكلم عنه من منطلق الوفاء. وحقيقة كان في معنى عجيب البارحة. البارحة تعارف بعض الناس بطريقة معينة لا يقرها الشرع، أن يحتفلوا بالحب، بعيد الحب. فجاء هؤلاء الشهداء ليصححوا لنا المفهوم وليعرفونا معنى الحب. لم يكن الحب يوما عيدا للعلاقات غير المشروعة، لم يكن الحب يوما عيدا للكذب والتدليس والخداع، لم يكن الحب يوما حتى يبحث الزوج عن عشيقة خارج نطاق الزوجية، وبالمقابل أن تبحث الزوجة عن عشيق خارج نطاق الزوجية. لأن هذه الخبائث مثلها مثل الجراثيم والميكروبات والفيروسات تعدي. لم يكن الحب يوما إلا علاقة وآصرة مقدسة جعلها الله درجة من درجات القرب. لما وصف الله أحبابه في كتابه العزيز قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. درجة من درجات القرب من الله. لما رب العزة علمنا مقاما من المقامات نسأل الله أن نصل إليه، مقام طمأنينة كامل. هذا الذي يريد الطمأنينة، الذي يريد الثقة الكاملة وهو يمشي في أي شيء في حياته، فليستمع إلى هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في ناس اسمهم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عاداهم، من آذاهم، من وقف في طريقهم، من تعرض لهم، فهو في حرب مع الله، الله ينصرهم ويدافع عنهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. شو هذه الدرجة؟ كيف نصل إليها؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. أهل واجبات يقومون بواجباتهم كاملة، أنهوا الواجبات والفرائض، وما زال عبدي أتم بعدها. بدنا نصل لمقام الحب،
بدنا نصل إلى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيتجلى عليهم بحبه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما زال يتقرب بالصلاة النافلة، بالصدقة النافلة، بقضاء حوائج العباد، بالإحسان إلى المجتمع. وين في باب خير يقبل علي بلك علني أصل إلى هذا المقام، إلى مقام حب الله، أن أكون عنده محبوبة، فلان ابن فلان حبيب الله، يصل إلى مقام الحب، فينادي الله سيدنا جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي سيدنا جبريل في أهل السماء بما في السماء من ملائكة وما في السماء من أهل قرب من نبيين وصديقين وشهداء، كل أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. هذا مقام هذا الحب، هذا الذي يسعى إليه الإنسان: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، أن يدخل في معية الله، هو مع الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يكون في هذا هذه الكرامة وهذه المعية. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحب ذلك الشرف العظيم، تلك الآصرة المقدسة التي وصفها الله في كتابه العزيز عندما قال: ومن آياته، أي أكرمنا رب العزة سبحانه وتمنن علينا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتعيش معنى الحب في بيتك، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، أكرمك بالحب في بيتك، لتكون محبا لزوجتك بالعطاء، بالوفاء، بالمشاعر الطاهرة، بالمشاعر المقدسة، بحفظها، برعايتها، بالإحسان إليها، أن تكون زوجتك محبة لك بالطاعة، بالخلق، بحفظ عرضك، بحفظ شرفك، هذا هو الحب. أما أن يصبح الزوج باحثا عن عشيقة خارج المنزل، وأن تصبح الزوجة باحثة عن عشيقة خارج المنزل تحت دعاية والله أبحث عن حب، هذه رذائل وفسق، ولم تكن يوما حبا، لم تكن معاني الحب إلا طهرا نعبد الله به. لما جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم شاب، قال له: يا رسول الله، أنا جئت أستأذنك، بدي أطلب منك رخصة، تأذن لي بشيء؟ قال له: ماذا تريد؟ قال له: اسمح لي أزني، أريد أن أزني، أريد أن أقترف هذا المنكر، أن أقترف هذا الفحش، إذن لي بالزنا. الصحابة استهجنوا السؤال، شو هالسؤال هذا اللي أنت بتسأله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ استهجنوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه، سأبين له خطورة الذي سأل عنه. قال له: أترضاه لأمك؟ قال له: لا. قال له: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، ترضاه لأختك، ترضاه لابنتك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك؟ قال له: لا. قال: ولا الناس يرضونه لحرماتهم ونسائهم وأعراضهم. لماذا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، لخالتك، لابنتك؟ لماذا يسأله هذا السؤال؟ ليقول له وليقول لنا أن الذي يرضى لنفسه التلبس بهذه الفواحش، شو ما كان، في المقدمات، في التلفونات، في الطلعات، في الروحات، في الجيات، في الفحش الكامل، فإنما ينقل هذه الآفة إلى بيته. وهذا شيء عرفناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفناه من الواقع المجرب. الذي يرضى لنفسه هذه القاذورات ما يظن أنه هو حصن بيته من القدر الذي رضيه لمجتمعه، أبدا. الشخص كان رجل ولا امرأة، عندما يقترف هذه المعاصي فهو ينقل قذرها وسوءها وخبثها إلى بيته، ليصاب في بيته بعين ما رضيه في بيوت الآخرين. هذه طبيعة هذه الأمراض، هذه طبيعة هذه الفواحش،
أنا لست من الناس الذين يحرمون أي يوم تعارف عليه الناس وسموه يوما وطنيا للزراعة، ولا سموه عيدا وطنيا لإكرام المرأة. أنا لست ممن يحرمون ذلك، لأنه إحنا نتكلم عندنا في الشريعة عيدان، الأضحى والفطر بالمعنى العباد التعبدي، بالمعنى الشرائع فيهم صلاة وفيهم أحكام خاصة. أما في شيء اسمه أيام أعياد، هذا بالمعنى العرفي، ليس عيد بمعنى عبادة ونعبد الله بشعائر خاصة فيه. ولكن لما يصير هذا اليوم مدعاة للفسوق ومدعاة للتحرر من الأخلاق التي تحفظ لنا طهر مجتمعنا، فلا بد من التحذير، لا بد من الخوف، لا بد من الإنذار من مثل هذه الأيام. وهذا يدعونا إلى أن نقوم بواجبنا، كلكم راع وكلكم مسؤول يوم القيامة عن رعيته، أن ننبه. ديننا لم يحرم الحب، كل أمر تدعو إليه الفطرة، تدعو إليه جبلة الإنسان، شرعنا خط له طريقا واضحا طاهرا. أما أنه يصير الحب سبب في دخول الريبة في البيوت، في دخول الشك بين الزوج وزوجته والزوج وأولاده، هذا ليس حبا، هذا فجور، هذا ليس حبا، هذا رجس، هذا يخاف منه الإنسان ويخوف منه ويحذر منه. اللهم يا رب اكلأنا بعينك التي لا تنام، وطهرنا ظاهرا وباطنا. هذه بحاجة إلى أن ينتبه الإنسان إلى واجبه، أن ينتبه الإنسان إلى أخلاقه وأخلاق من جعل مسؤولا عنهم. ويوضح هذا المسألة، الناس تستفتينا بتقولنا يعني ما حكم الاحتفال بيوم الحب، وما حكم أن يكون الإنسان محتفلا. احنا قلنا ما عندنا مشكلة بالأيام المباركة بالمناسبات الوطنية، لكن لما يصير في يوم معين يكون في مدعاة إلى رذائل الأخلاق، ومدعاة إلى كسر حواجز الحياء. قديش مر علينا خلال السنوات الماضية نتطلع على الإنتاج التلفزيوني، نلاقيه كله يركز أن قلبك إذا تعلق بامرأة، أو قلب المرأة إذا تعلق برجل، فلا شيء يقف في وجه هذا التعلق حتى لو كانت من المحرمات عليك. وكم كانت النتائج، وكم كانت الآثار السلبية التي لمسناها على أرض الواقع. سابقا كانت دعاوى التفريق للشقاق والنزاع والضرر بين الزوجين، يكون فيها الضرب، السب، الشتم، الطرد، الحرد. وإذا بنا نتفاجأ بضلع جديد مرعب جدا ترتكز عليه كثير من الدعاوى، ألا وهو ضلع الخيانة الزوجية. عبث هذا جاء هيك من الهواء؟ لا، هذا جاء نتيجة تغذية ثقافية فاسدة بحاجة إلى حذر، وأن هذه المبادئ يجب أن نتعامل معها بحذر شديد. نحن مجتمعات نفاخر العالم بطهرنا، أسرتنا طاهرة تقوم على عقد زواج، وأنسابنا طاهرة معروفة الآباء والأمهات. هذه من المفاخر التي نفاخر العالم بها، والتي أدت إلى مجتمعات متماسكة قوية، أنساب معروفة وأرحام معروفة وحقوق معروفة وواجبات معروفة. فأي باب لهذا الشر ينبغي أن نحذر منه، أي باب لهذه الرذائل ينبغي أن نحذر منها. ويجب أن نحذر كأفراد، ونحذر كمسؤولين. والمسؤول لا يعني فقط موظف حكومي، لا، أنت مسؤول في بيتك، المعلم في مدرسته، الأستاذ في جامعته، الإعلامي في موقعه، كل مسؤول أن يقدم ما يستطيع للمحافظة على طهر المجتمعات، وللإبقاء على هذه الصورة الناصعة لمجتمعاتنا الطاهرة، أن نعلم ما هو الحب الذي أراده الله. ربنا أراد
لنا في أسرتنا الحب، وفي مساجدنا الحب، وفي مجتمعاتنا الحب، حب طاهر، حب مقدس، حب يقربنا من الله. اللهم أكرمنا مولانا رب العالمين بدوام الطهر في الدارين. ونكمل بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، ويشرفنا ويسرنا أن نستقبل اتصالاتكم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونرحب باتصالاتكم على هاتف البرنامج 06-569-3377. عندنا أسئلة من الحلقة السابقة. السؤال الأول: شخص ذهب إلى دكان، إلى مول، إلى أي محل تجاري، اشترى بضاعة وصار في خطأ في الحساب، هو بيعرف صاحب المحل وبيعرف الخطأ سواء قصد هذا الخطأ أم لم يقصده، وتبين عنده أنه أخذ بضاعة زيادة، رجع له باقي زايد، أخذ مصاري زيادة، ماذا ينبغي عليه؟ بيقول لي أنا أتصدق عنه. لا، أنت ما بتتصدق عنه، لأنك تعرف من هو صاحب المال، أنت عارف أنه هذا هو صاحب المال، فأنت عليك أن تعيد المال إليه. الآن أنت ما بدك تحرج نفسك أنه والله أنا ضحكت عليك، أنا غشيتك، أنا تعاملت معك بالحيلة، لك ذلك، أنت برر قولك بما شئت، لكن عليك أن تعيد الحق إلى صاحبه. أما أنت والله مشان ما تحرج نفسك تروح تقول خلاص أنا بتصدق فيهم عنه، لا، هذا حقه، إذا أراد أن يتصدق هو فهو حر بهذه الصدقة، أراد ماله وهو حقه أن يتصرف بماله، وهذا الأصل، هذا هو الحكم، يجب عليك أن تعيد المال إلى صاحبه. سؤال آخر: حول كراسي المساجد، وأنه تارة تكون في طرف الصفوف بين الصفوف، دائرة الإفتاء أفتت في هذه المسألة بفتوى عظيمة، وهي أن تكون الصفوف، حيث أن تكون الكراسي التي يصلي عليها المصلي غير القادر على مثلا القيام أو غير قادر على السجود، أن تكون هذه الكراسي في أطراف الصفوف أو في الصفوف المتأخرة، ليه؟ حتى لا تؤذي من يصلي خلفها، حتى لما بده يسجد ما يضطر يقدم الكرسي وهذاك يسجد تحت الكرسي أو ما شابه. لكن في حالات استثنائية، أن أحيانا بيكون خلف الإمام هناك عالم، هناك حافظ، هناك صاحب الدرس اللي بعد الصلاة، فهذا لا حرج به إن صلى على الكرسي خلف الإمام. معنا أول اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. أهلا وسهلا. بدي أعلق على الكلام اللي حكيته عشان العيد، الحب اللي بيحكوا فيه. ممكن؟ علقي. فضل. احنا بديننا الاسلامي، لما نرجع شوي للعقيده الاسلاميه، في ديننا لا يوجد الا عيدين، هو عيد الاضحى وعيد الفطر. في اعياد كثيره دخلت علينا، وهي الاعياد هاي كليتها بتسبب لنا جهل. يعني ليش هيك نتعامل؟ لو نرجع شوي لديننا ولعقيدتنا الاسلاميه ما بنعمل هاي الاعياد نهائيا. نتكلم عن الموضوع، أتمنى أن يكون الحب موجود كل يوم وكل لحظة بين الأم والأب، وبين الأب وابنه، بين الزوج وزوجته، بين الجيران، بكل الناس. اللي إحنا ديننا ربنا صلى عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذا الشيء. الله يفتح عليك. سنتكلم عن العيد بالمعنى الشرعي والعيد بالمعنى اللغوي أو العرفي، لنفرق بينهما ونبين أنه إحنا ما عندنا إشكالية أنه يكون في عندنا أيام لفضيلة معينة، يوم المعلم، عيد المعلم، ما عندنا إشكالية في ذلك، ولا نقصد بالعيد العيد الشرعي بمعنى أنه في عندنا صلاة وفي عندنا زكاة وفي عندنا أحكام خاصة وعندنا ذبائح، هذه لأعيادنا الدينية. العيد بالمعنى العرفي يعني يوم، يوم المعلم، يوم الاحتفال بذكريات الانتصار، يوم الكرامة، هذه ليست عيد بالمعنى الشرعي، يعني لم ينهى عنها الشرع فيما نعتقده ونراه الراجح من أقوال العلماء، ونتكلم عن هذا تفصيلا بإذن الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. الله يجزيك الخير على الكلام الجميل. الله يحفظك ويبارك فيك. دكتور، عندي سؤال بعد إذنك. تفضل سيدي. مزيد فضلا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: في ساعة لا يوفقها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. عيد بالله، ما سمعت الكلام لو سمحت.
عن الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة. أيوة أيوة نعم نعم. ساعة لا نعم. يوافقها عبد مسلم. نعم نعم ساعة الإجابة يوم الجمعة. ما يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. بعدين أي ساعة تقريبا هاي بتكون؟ إذا بتفتح على صفحة عمان تي في على الفيس إن شاء الله بتلاقي مقطع يكلمك في الموضوع، وإنه بعد العصر الساعة الأخيرة اللي بعد العصر، يعني من العصر إلى المغرب في آخر الوقت، ولكن من العصر إلى المغرب أنت بتكون إن شاء الله في وقت إجابة الدعاء. طبعا عندنا عدد من الأقوال في هذه المسألة، لكن عندنا حديث صحيح أنه في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة بعد العصر إلى المغرب. الله يا رب يرزقنا إجابة الدعاء. ألو ألو تفضل. السلام عليكم. إذا تكرمت علي. تفضل يا سيدي. في سؤال عندي. تفضل. أنا اشتريت شقة بالأقساط. شقة في الأقساط نعم. بالأقساط الآن طبعا هو لما نبان الشقة زاد علي السعر. مرابحة إسلامية يعني عملت؟ لا مدو مرابحة من إيله شخصي. تمام. الآن ضيله علي 10,000 دينار. بقول لي أعطيني أعطيني مثلا 9,000 دينار ومسامحك بالألف. دون أن يكون هذا الأمر مشترطا سابقا. لا بدون لا ما كان سابق أبدا قطعيا. نعم مفهوم. ما كان سابق أبدا قطعيا. تمام تمام. هل فيها حرمة؟ بنتكلم عن ذلك تفصيلا، أنه إذا أنا بدي أسامح لا حرج في ذلك دون أن يكون مشترطا، اللي هي اسمها الحطيطة في الفقه الإسلامي. يعني أنه أنا إلي على إنسان دين بدي أسامحه بألف لأنه دفع هذا الأمر دون أن يكون شرط في هذه المسألة من ضمن العقد. وطبعا هذه مسألة بدها تفصيل نتكلم فيها إن شاء الله. ألو معنا اتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا. كيفك يا دكتور؟ أهلا ومرحبا. تقبل الله الطاعات. الله يقبلنا جميع. محمد الجبالي من عجلون. أهلا وسهلا. معاك يا سيدي. دكتور إذا تكرمت موضوع خطباء الجمعة. نعم يا سيدي. نجد كثير مع احترامي لكثير من خطباء الجمعة يعني بيطلع على منبر رسول الله غير كفو غير مؤهل، وكأنه بس معه ورقة بقرأ عن الورقة دون أن يستند لأي يعني، وكأنه بخاطب ناس ما دون الصف يعني ما دون الابتدائي. والله شوف أحكي لك الصحيح يا أخي الكريم، الآن الخطب صارت توزع بطريقة جميلة، أنه العنوان واحد وأنه أركان الخطبة واضحة وأنه الآيات والأحاديث اللي في الخطبة موجودة في جدول، وهذا ما يجب على الخطيب أن يخطب به. ثم التفاصيل الخطبة أيضا في خطبة مقترحة، فيعني أتوقع هذا الأمر تم معالجته، أنه ما يكون في يعني الإنسان يخرج الخطبة وهو مش محضر أبدا. أنا خطيب جمعة وأتشرف بذلك، بيجيني على هاتفي قبل الجمعة بيومين أو ثلاثة رسالة من وزارة الأوقاف، الخطبة موضوعها كذا تمام، هاي عناوين هاي محاور هاي الآيات هاي الأحاديث هاي التفاصيل. ما بيجي بقول لك ما بتقول لك الوزارة ينبغي عليك أن تقرأ الخطبة قراءة من ألفها إلى يائها حتى ما تموت مشاعر المستمع والمتكلم، لا بس بقول لك هي آيات هي أحاديث ليه حتى ما تطلع المنبر وانت مش محضر أو ما عندكيش معلومة تتكلمها أو يصير الواحد هذا ما يحدث يا دكتور. هذا ما يحدث. لا يوجد طيب. لا يوجد أي أسلوب تشوق بين المستمع للخطبة مع الخطيب، وكأنه بس المصلي بنطاطى راسه بالمسجد وبده هالخطيب يزرع هالورقتين اللي معاه وينزل عن منبر رسول الله. لا انت سيدي هذه المعلومة وصلها ولا وزارة الأوقاف، لأنها قد قامت بتنظيم هذه القضية، واللي هي أن تكون الخطبة منسجمة مع الواقع تتكلم عن قضايا المسلمين. إذا في مخالفة وصلها لوزارة الأوقاف. معنا اتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي معاك. يعطيك العافية يا شيخ. يا مرحبا. شيخ بدي أسألك سؤال بعد إذنك. تفضلي. الإنسان لما بظلم إنسان بكون عارف إنه ظالم مش ربنا بيحاسبه؟ نعم.
طبعا الظالم، فأنا نسأل الله العفو والعافية. الناس كثير، فأنا ما بدي عليهم، هم بدوا علي. طيب هم بدوا علي، فأنا متفوت أمري لله فيهم، فربي مش رح يأخذ حكي لو حين بعد حين. نعم، في مثل جميل بيقول لك ظالم لا تكون ومن الدعاء لا تخاف. يعني إذا أنا ما ظلمتك وقاعد تدعي علي، بس أكون فعلا ما ظلمتك وقال لي ذلك أهل العلم وأهل التقوى، أنت ما ظلمت، قلت ما بخاف. رب العالمين لا يجيب الدعاء، دعاء الظالمين، دعاء المتجاوزين، ولكن إذا أنا والله وقع مني ظلم أخاف من الدعاء، أما أنا ما ظلمت فأنت بدك تدعى علي، لا، ظالم لا تكون من الدعاء لا تخاف، أفوض الأمر إلى الله. تمام، معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ الله يرضى عليك، بدي أحكي لك يعني مشكلة، مش هي مشكلة والله أعلم. أنا عندي ولد عمره 32 سنة وما شاء الله عليه يعني من كل النواحي ممتاز وكويس، إلي أكم من سنة حوالي 3 سنين، وأنا كل ما أجي بدي أطلب له عروس أو إشي الله مو ميسرها. نعم. ومش عارف شو أسوي. الله يا رب يبعث له بنت الحلال ويسر الأمور، وأكثري من دعاء سيدنا موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وابحثي عن إذا في أسباب ملموسة معروف شو هي من إشكاليات مالية غير ذلك، ابحثي عنها، لكن الدعاء لا شك أنه يصنع العجائب، فتوجه إلى الله بدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. معنا اتصال. السلام عليكم. يعطيك العافية الشيخ. أهلا وسهلا. الشيخ بدي أسألك سؤال مهم. هسا الواحد إذا احتاج قرض مهم جدا يعني لحاجة قصوى، هل برتكب إثم فيها؟ قرض ربوي؟ آه. إحنا الحمد لله في الأردن مش داخلين بهذه الحالة يا أختي، يعني لجان الفتوى خارج المملكة في دول أوروبا وغيرها أفتت بمثل هذه الفتوى للضرورات القصوى كالسكن والعلاج وما شابه. ما عندنا الحمد لله رب العالمين في من يعين، في عندنا بنوك إسلامية وتقدم الكثير من المعاملات المباحة، فلا يوجد ما يضطرنا إلى ذلك بفضل الله تعالى. فراجعي البنوك الإسلامية، راجعي اللجان المسؤولة، إن شاء الله ربنا يفرج عنا وعنك كل ضيق. في عندنا أيضا سؤال مهم اللي هو يشكل على الناس أحيانا، لقضية البيع بالتقسيط، إنه والله قديش حق هالآيباد هذا اللي هون، والله حقه 50 دينار، طبعا إذا قسط لك إياه بقسط لك إياه ب60، ولك هذا ربا؟ لا، هذا مش ربا، ما دام البيع على ثمن ثابت ما بزيدش هذا الثمن، هذا ليس من الربا. الربا إنه أنا أبيعك إياه ب50 وأقول لك إذا بتتأخر بصير 55، تتأخر كمان بصير 60، هذا ربا. أما أنا من البداية قلت لك يا عمي أنا أبيعك هذا الآيباد بمبلغ 50 دينار نقدي أو 60 دينار أقساط 10 كل شهر، إذا تأخرت علي بقسط بظلهم 60، ما بيختلفوش، لا يختلف الثمن، يبقى كما هو، هذا لا حرج فيه. إجيت الله يسرها وجيت عليك بالتاني يوم قلت لك والله أنا بدي أسدك كاش، رحت أنا نزلت لك من الثمن دون أن نكون قد اشترطنا ذلك سابقا، ما في شرط في بداية العقد، قلت لك اتفضل هاي 50 دينار، قلت لك خلاص مسامحك بالعشرة ما في حرج، لأنه إحنا ما اشترطنا ذلك سابقا على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأنه لم أقول لك سابقا إذا تتأخر بزيد عليك وإذا بتعجل بنقص عليك، ما كان عندي هذا الشرط، وإنما جئت لك بالمال فسامحتك عن طيب نفس دون شرط سابق، فلا حرج في ذلك، لأنه أنا وضعت عنك من السعر من طيب نفس ودون شرط سابق، وهذا هو الراجح مما ذكره الفقهاء في هذه المسألة. وهذه قضية الشقة بالتقسيط، شخص اشترى من الآخر شقة قسطها عليه، راح دفع له مقدما، نزل بالسعر دون شرط سابق، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. أيضا يوم الجمعة يوم ساعة إجابة كما ذكرنا سابقا، وفي مقطع خاص في هذا الأمر، تبدأ من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم
أن نلتمسها في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، يعني في آخر وقت يوم الجمعة بين العصر والمغرب. الله يجيب الدعاء. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا. كيف حالك شيخ؟ أهلا وسهلا شيخ. عندي سؤالين الله يخليك. تفضل يا سيدي. السؤال الأول، حكم صلاة الجماعة هل هي على الوجوب أم هي سنة مؤكدة؟ الراجح أنها سنة، ولكن دون أن يتركها الإنسان بالمطلق يعني. نعم، يعني ما يسقطهاش الإنسان عن نفسه نهائيا. يعني هي سنة ولا لازم يحصل وجوب على الوجوب؟ لا، احنا قلنا لك الراجح أنها صلاة الجماعة سنة. ولكن إذا احنا وصلنا في هذا الحكم إلى إهمال بيوت الله وعدم عمارتها، شو يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر؟ يعمر يعني بالبناء، ويعمر معنا بإيه؟ نعم، بأنه يكون فيها. صحيح مذهب السادة الشافعية الذي يفتى به في هذه المسألة إنه هذه سنة، من فعلها أجر ومن تركها لم يأثم، ولكن إذا أدى هذا الأمر إلى أن المساجد تصبح مالها فارغة، أو يدوب فيها صفوف متناثرة، فإحنا بنحكي هون لا يجوز. هذا فقه، لا يجوز. إذا رأينا أن السنة تؤدي، إنه أنا والله أنا أخذت بهذا الحكم إنه سنة، إذا رأينا أن تعاملنا مع هذا الحكم الشرعي على أنه سنة سيؤدي إلى ما هو حرام، بنقول لك لا، وقتها واجب أن تعمر المساجد، ما بصيرش المساجد تكون فاضية. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة. الله يحفظك. السؤال الثاني الله يخليك يا شيخ، بالنسبة للصيام كيف المضمضة والاستنشاق؟ يعني إذا واحد كان يعني يستنشق مز الماء بدون عمد، هل هذا يبطل الصيام؟ يعني حاضر، يعني الفقهاء قالوا إنه الإنسان لما يستنشق أثناء صيامه ولما يتمضمض ما يبالغ. نعم، يعني ما يبالغ كحال فطره. لذلك إذا واحد قاعد بتمضمض وبلع ماي من غير قصد، بنقول له بدك تقضي هذا الصيام، ولكن لا نقول له أنك أثمت مثل اللي بيمسك كاسة مي وبشربها. نعم، وضحت المعلومة؟ وضحت المعلومة. الله يرضى عليك يا مرحبا. أهلا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ أهلا وسهلا. أولا والله يا دكتور إني أحبك في الله قبل كل شيء. أحبك الله. الله يكرمك. الله يجزيك الخير. أهلا سيدي. معك أخوك أبو مصعب. أهلا وسهلا. حياكم الله يا سيدي. دكتور لو سمحت والله عنديك بس ثلاث أسئلة سريعات يعني. يلا يعني إن شاء الله نلحق نجاوبك. تفضل. الله يجزيك الخير سيدي. السؤال الأول بالنسبة للزوجة اللي بتعطي مصارها الذهب لزوجها دينا ولا هبة؟ لا هبة. وطبعا من باب توسعة البيت، وبعد سنة أو سنتين بتطالب فيه مرة ثانية، يعني سامحت. اسمعنا، هي قاعدة الزوجة حاليا؟ معنا. وأنا بدي أعرف كيف هبة، يعني إذا قالت له خذ يا زوجي يا حبيبي هالمصاري، خذ يا رفيق عمري، حلو، وجدد هالبيت، هو كيف فهم عاد إنه هبة؟ أنا كيف وعطت الذهب وجبنا. أنا سامع صار في نقاش حواليك. ما طالب فيه مرة ثانية. ما هو الآن كيف أنت حك كيف أنت حكمت إنها لما أعطتك المال أعطتك إياه على سبيل الهبة؟ يقولوا أنا أعطتك إياه هبة، هذا إلك بديش إياه، ولا قالت لك خذ هالمال؟ الأصل إنه أي شخص بعطي الثاني مال حتى يقوم بما هو مطلوب منه. إحنا لما نحكي عنه إيش الأصول في المعاملات، الأصل الناس تعطي الأموالها حتى تعاد إليها، لا تهب هبة، الأصل، وعكس الأصل أن تكون هبة. فلما الزوجة تعطي زوجها المصاري، قالت له أنا داينتك دين، فكلامها هو الأصل وهو كلام خلاف الأصل إنها هبة. أما قالت له بديش إياه، هذا مني إلك هدية أو ما يدل على الهبة. فإذا ما صرحت لك بالهبة وقالت لك والله أنا أعطيتك إياه على سبيل الدين، فبرئ ذمتك وأرضها، والله يجبر خاطرها، ساعدتك بداية ويعني جهزت وأعدت تأثيث المنزل بمالها، فأعد إليها مالها وإن أقساطا وبضمن استطاعتك، الله يوسع عليك إن شاء الله. معنا اتصال.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، الأذنين من الرأس، من يصدق الرأس أم الأذنين؟ المسح قصدك؟ في الوضوء. آه قصدك المسح يعني. نعم أي نعم. آه بتمسح رأسك بعدين أذنك. نعم. الله يحفظك ويبارك فيك. يا مرحبا أهلا وسهلا. على من قال بذلك يعني، وإذا مسحت الرأس فقط فهو كاف، هذا هو الراجح. وإن مسحت أذنيك أيضا فهذا مستحب، ولكن إن مسحت الرأس فقط فهو كاف. يعني بآخر دقيقة تقريبا بدي أتكلم نقطة مهمة بتؤدي للاستقرار داخل البيوت. كثير من الأزواج عندما يتم الزفاف أو أثناء الحياة الزوجية تيجي الزوجة بدها تثبت لزوجها أنها تحبه وأنها تثق به، بتقول له تفضل هاي مهري هاي مصاغي، سد ديونك، رجع البركة لراتبك اللي بيقطعه نصه وما شابه ذلك. الناس في علاقاتهم المالية مع بعض ما عندهم قواعد فقهية يحكموها أنه والله اشترطت دينا أو وهبته هبة، لكن الأصل العام، الأصل العام الذي يحكم معاملات الناس أنه أنا لما أعطي إنسان مال حتى يعيده لي، إلا إذا كانت العطية في على سبيل المكافأة أو يوم عيد بعطي عيديات، يعني كان في عندي سبب أن أحكم على هذا المال أنه هبة مطلقة عن قيد وعن شرط حتى. ولكن إحنا حتى في الفقه الإسلامي في قانون الأحوال الشخصية بنقول أنه الهدايا اللي بتكون في الخطبة لما اثنين خطاب يخطبوا بعض قبل العقد، فهذه إنما تعطى حتى يتم العقد، هبة مقترنة بشرط وليست هبة مطلقة. فالأصل أنه لما الزوجة تعطي زوجها، الزوج يحط في وجدانه أن يعيد هذه الأموال إلى زوجته حتى يعني تكون الأسرة تشعر الزوجة باحترام زوجها، يعني زي ما هي قالت لك خد مالي وربنا وسع عليك أعد هذا المال إليها. وإحنا أسفين انقطع الاتصال مبكرا معك، إليك عندنا سؤالين إن شاء الله في الحلقة السابقة نتواصل معك مرة أخرى ما لحقناش ناخذ السؤالين، عفو منك. في الختام نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين.